الله وبركاته، كيف حالكم يا أخوان؟ أسألكم بالله، اللهم لك الحمد والشكر أول شيء على ذي النعمة اللي احنا فيها. أتمنى أن الواحد يشوف بس المقطع ذي لين النهاية وبعدين يقرر، أوكي؟ طبعا في العزيزية طريقة عرفات عند الدفاع المدني، هذا شو اسمه العربية للعود وجنب العثيم، وانتو والله يكفينا الشر وياكم، على اليمين المبنى حق غسيل الكلى، هذا طبلون كهرب، اوكي؟ هذا طبلون كهرب. انا يوم جتني السالفة يوم كلموني والله العظيم قلت يمكن يكابروا في ذا الشيء، قلت بروح انا بشوف بنفسي. يا اخوان اسألكم بالله، شوفوا، اسألكم بالله، ايش تتوقعون؟ هذا طبلون حق كهرب طبعا، حلو، طبلون حق كهرب، شوفوا ايش في جوه. هذه حرمة وعيالها، شوف يا اخوان، هذا فراش، هذا فراش، وذي بطانية، هي وعيالها يناموا هنا، يناموا هنا، شوفوا اغراضهم، هذه ملابسهم معلقة، هذه بطانية، شوفوا فين عيالها يناموا، جوا تحت عند الكهرب، عند الكهرب يا ناس اخوانا، عيالها يناموا وهي وعيالها هنا يناموا، تقول زوجي راميني حسبي الله ونعم الوكيل فيه. وهذه النعالات حقهم، طاردها زوجها من البيت، تقول زوجي راعي خراب وسكار ومدريش، ذي العربية حق واحد من عيالها. على العموم شوف الحرمة فين ساكنة، عند الكهرب. يا اخوان اتمنى تكفون، انا وصفت لكم الموقع فين، اذا في احد فاعل خير الله يجزاه خير ويرحم والديه، يشوف لها يعني شقة ولا حتى ملحق تنام فيه، الله يرحم والديكم. شوفوا بس، شوفوا، شوفوا المنظر، شوفوا فين عياله يناموا تحت جوا عند الكهرب، هذا الفراش حقهم. الله يرحم والدينا ووالديكم، صلى الله وبارك على نبينا محمد.